بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سأتحدث اليوم في هذا اللاب عن Quality Control of Semisolid Dosage Form. Semisolid Dosage Form are products of semi-solid consistency and applied to skin or mucous membrane for therapeutic or protective action or cosmetic function. هنا عبارة عن semi-solid شبه صلبة، يكون لها قوام شبه صلب، يتم تطبيقها على السكين او على الميوكوس ميبرين الغشية المخاطية كعلاج او كحماية او كاستخدام تجميلي. مثال على الاول كريم، الكريم ارى سيمي سوليد ايمالشن سيستم with opaque appearance compared with the translucent ointment. Consistency and the rheological characteristic depends on whether the cream is water in oil or oil in water. The oil in water cream are elegant drug delivery system, pleasing in both appearance and feeling after application. شكله وتأثيره أو الإحساس في after application بيكون ممتاز. The oil in water cream are non-greasy, مش زيتي أو غير دهني يعني, and easy washable, يعني بسهل انه نعمل له سهل غسله بالماء. الاوينتمنت ار سوفت هيدروكربون, مثل على البتروليوم. البيز سيمي سوليد بريبريشن اللي هو الفازلين مثلا. سينس ذي ار موستلي اوف جريسي نيتشر, اللي جريسي نيتشر ستين كلوثز, بيعمل اللي هو بس بيعمل اتساخ للملابس. اند ار generally poor solvent for many drugs, يعني ما بكون مذيب جيد لبعض الأدوية. and usually decrease the drug delivery capabilities of the system, يعني بعمل عملية إعاقة لوصول الدواء للسيستم. gels organic macromolecules uniformly distributed throughout a liquid in such a manner that there is no apparent boundaries exist between the distributed dispersed macromolecules and the liquid. يعني هو عبارة عن ماكرومولكيول, جزيئات كبيرة موحدة ومنتشرة في ليكويد, في سائل, ما بيكونش في اختلاف كثير يعني بينه وبين اللي هو ليكويد, يعني بيكون شكله نوعا ما متناسق. الايديال بروبرتيز اوف سيمي سوليد دوزج فورم, الفيزيكال بروبرتيز لها لها يكون سموث تكستشر, الليجنت ابييرنس شكلها يكون رائع, نون ديهايدريتنج ما بتعمل تجفيف, نون جريتي ما تكونش صلبة, non greasy and non staining ما بتعمل اتساخ وما بتوسخ الملابس, non hydroscopic ما بتعمل امتصاص للرطوبة, physiological properties non irritating ما بتعمل اللي هو تهيج في الجلد, do not alter membrane skin function ما بتغير على وظيفة الميبرين او السكن, miscible with skin secretion يعني تكون ايش مندمجة مع افرازات السكن, have low sensitization effect ما بتعمل عملية ما بتعمل تحسس للجلد, الابليكيشن بروفايل الابليكيشن بروبرتيز easily applicable with efficient drug release, easily washable with water يعني يكون سهل تطبيقه على الجلد ويكون الريليز له ممتاز, في نفس الوقت يكون سهل التخلص منه بواسطة الماء. نيجي للكواليتي كنترول اوف سيمي سوليد اللي احنا لازم ندرسها ونتبعها, هو الفيزيكال ابييرنس, البارتكل سايز ديترمينيشن, الويت فاريشن تيست, سوليبيليتي تيست, فيسكوسيتي ديترمينيشن, اسي اوف اكتيف انجريدينتس, ستيريليتي تيست. الفيزيكال ابييرنس ايفالويشن اوف ذا فولينج كاركترستيك, كراكينج اوف ايمالشن, سيبريشن تو تو فيز, ابزرفيشن اوف جرانيول ابييرنس, mark the change in viscosity يعني نلاحظ انه في صار تغير في الفيسكوسيتي, cross microbial contamination عشان هيك بنعمل فحص اللي هو الميكروبيال جروث او الانتي ميكروبيال جروث عشان نشوف اذا صار عندنا جروث للميكروب اور نوت. particle size determination كيف نفحصها, بدنا نقوم بعمليه dilute suitable amount of preparation with the same amount of glycerol or paraffin oil عشان نذوبها فيه, ومن ثم distribution for small amount of sample on a glass slide and show under microscope, بنحط كمية على السلايد وبنشوفه تحت الميكروسكوب, بعدين بنعمل هو count of the particles with diameter below or above the specified by monograph, بنشوف مين الأكبر ومين الأصغر particles, compare with accepted percentage limit, هذا بالنسبة لل particle size determination. نيجي بالنسبة لل weight variation test, هنا لازم نركز شوية إنه applied if the net labeled weight of a preparation less than 50 gram, less than 50 gram. Select 10 في الكونتينر, بنجيب 10 أصابع برهم مثلا, clean and weight individually,
توتال ويت لهم. كات ذا لاترال بارت اوف ذا تيوب، المنطقه الاخيره اللي بكون مطبوع عليها التاريخ والباتش نمبر بنقطعها، اند ريموف كونتنت، بنفضيه من محتوى، ومن ثم بنعمل ذن كلين ذا تيوب اند دراي ات ويت ذا امتي تيوب، يعني بنفضي اللي هو اصبع الكريم بنفضي، عفوا اصبع الكونتينر بنفضيه بننظفه وبنجففه، ومن ثم بنوزنه. بعدين نعمل ويت للكونتنت اللي هو عبارة عن ويت التوتال اللي احنا وزناه فوق ناقص الويت للامتي تيوب، تمام؟ راح نحصل على وزنة ايش؟ الافرج للكونتنت. بعديها كالكوليت ذا افرج ويت اوف كونتنت اللي هو عبارة عن الويت للعشرة تيوب مقسوم على العشرة عشان نحصل على الافرج للكونتنت للمحتوى اللي داخل التيوب. طيب الويت فاريشن ايضا اللي هو الاكسبتنس كريتيريا له، الافرج ويت نوت ليس ذان ليبلد اماونت، يعني ليبلد اماونت احنا بكون مكتوب عندنا مثلا الاصبع الكريم هذا مثلا او اصبع البرهم بيحتوي مثلا على 30 جرام، ممنوع يكون عندنا اقل من الليبلد اماونت اللي هو للكونتنتس اللي جوا، تمام؟ يعني مثلا بكون مكتوب على اللي هو 30 ملي جرام مثلا من ماده كريم معينه، لازم يكون لما نحن نفضيه ونشوف قديش بيطلع الافرج ممنوع يكون اقل من الليبلد اماونت الموجود على الاصبع الكريم. طيب the net weight of content of any single tube should be not less than 90% اذا كان الافرج ويت للكونتنتس اقل من 60، اذا كان الافرج ويت للكونتنتس اقل من 60 معانا انه ما يكونش اقل من 90% للكونتنتس، يكون اقل من الافرج. طيب اما لو كان عندنا الافرج ويت للكونتنتس اكثر من 60 جرام لازم يكون عندنا بيحتوي ما يكونش اقل من 95%. طب كيف احنا نحسب ال 95% وكيف نحسب 90%؟ بنقول اللي هو الويت للكونتنتس مقسوم على الافرج مضروب في 100، تمام؟ هنا حنحصل على نسبه، النسبه هذه اذا كان الويت للكونتنتس للافرج اقل من 60 جرام معانا مسموح لنا انه يكون 90 مش اقل من 90. اما اذا كان الافرج ويت اكبر من 60 مسموح لنا لحديت 95%. طيب اكسبتنس كريتيريا بشكل موضح اخر، ذا افرج نت كونتنتس اوف 10 كونتينرز از نوت ليس ذان ذا ليبلد اماونت اند ذا نت كونتنت of single container is not less than 90% of the labeled amount where the labeled amount 60 gram or less. Not less 95% of the labeled amount where the labeled amount is more than 60 gram but not more than 50. لأن احنا قلنا إذا أكثر من 50 ما بنقوم بعملية اللي هو الويت variation. الويت variation of test اللي هو acceptance criteria نكمل فيها لو if the result not meet therapeutic criteria weight another 20 additional container determine the average weight of determine average weight of 13 tube اللي عبارة عن العشرة اللي خدناهم قبل بالإضافة للعشرين additional container net average weight not less than labeled amount contents of not more than 1 out of 13 should be 90% of labeled amount إذا كان أقل من 60 و 95% labeled amount اذا كان اكبر من 60 جرام لإله، يعني بس مسموح انه بس واحد يكون خارج الليميتس، تمام؟ عشان يكون ايش الباتش كله accepted، اكثر من واحد راح يصير ايش اشكاليه وهيك دليل انه في مشكله في الباتش. نيجي للفيسكوستي، الفيسكوستي بيستخدموا لها جهاز اسمه اللي هو الفيسكوميتر. ذا بريبريشن are rotated at different speed and shear rates at each speed the corresponding deal reading is noted. يعني كل قراءة بتم تسجيل الملاحظات اللي بتصير. طيب الكواليتي كنترول اوف سيمي سوليد نستكمل في السوليبيليتي، الكونتنتس اوف كونتينر شود بي ديسولفد ان 9 بارت اوف ووتر اند ان 1.7 بارت اوف هوت ووتر، لازم تكون ايش بتدوب فيها. Contents dissolved in ether or chloroform and alcohol. Sterility. The sterility test بنعملها للophthalmic preparation باستخدام membrane filtration method or direct inoculation method. الأسي ممكن نعمله بالclassical method. بالنسبة للأسي في عنا classical method ممكن نستخدمها، وممكن نستخدم instrumental method الHPLC
والاساسي بيكون مثلا موجود حسب اليونايتد ستيت فارماكوبيا او البريتش فارماكوبيا للماده. نيجي بالنسبه للسبيسيفيك تيست، ممكن تنعمل للسيمي سوليد سبيسيفيك تيست ار كونسيدرد كيس باي كيس بيزز، يعني حسب الحاله يعني اللي بتكون موجوده عندنا من السيمي سوليد. الووتر كونتنتس الووتر اكتيفيتي تيست از جنرال فورمولايشن ديبندنت لو ووتر اكتيفيتي ريديوس سسبتيبيليتي اوف سسبتيبيليتي تو مايكروبس، يعني احنا بنعرف المحتوى المائي دائما ولو بتوفر الماء بكون في احتماليه لنمو البكتيريا او المايكروبس بالاخص. مايكروبيال ليميتس مايكروبيولوجيكال اكزامينيشن اوف نون ستيرال برودكتس تيست فور سبيسيفيك مايكرو اورجانيزمز انليس ذا فورمولايشن اتسيلف هاف انتي مايكروبيال بروبرتيز، يعني لازم نعمل هو المايكروبيال ليميتس، لازم نعمل مايكروبيال اكزامينيشن حتى لو العينه بتحتوي على انتي مايكروبيال بروبرتيز. Antimicrobial preservatives content levels of antimicrobial preservatives necessary to maintain the product's microbiological quality at all stages through its proposed usage and shelf life. يعني لازم يضلوا ال antimicrobial preservatives limits تكون موجودة وتحافظ على ال product من ال microbiological growth and يعني خلال فترة اللي هو تخزينه وخلال فترة استخدامه. نيجي للانتي اوكسيدنتس كونتنتس اكسبتنس كريتيريا ليفل اوف انتي اوكسيدنتس نيسيسري تو مينتين برودكتس ستابيليتي ات اول ستيجز ثرو ات بروبوزنج يوز اند شيلف لايف، نفس النظام انه لازم تكون تحتوي على انتي اوكسيدنتس بحيث ان تمنع الاكسديشن تحافظ على الستابيليتي للدوزج فورم خلال الستيجز اوف بروبوزد يوزج اثناء مرحله استخدامه اثناء تخزينه شيلف لايف له. ستيرلتي تيست ستيرلتي اوف اوفثالميك بريبريشن زي ما قلنا اند بريبريشن ابلايد تو اوبن وونز للجروح المفتوحه اند بيرند ارياز شود بي تيستد للجروح المفتوحه او للحروق لازم احنا نفحص الستيرلتي تيست. البي اتش البي اتش اوف تيبيكلي ابلايد برودكتس شود بي تيستد ات ذات ليميت at the time of batch release and at designated stability time، يعني اثناء اللي هو الستابيليتي تايم واثناء الباتش ريليز لازم احنا نكون فحصين اللي هو البي اتش. 1 جرام اوف ذا توبيكال بريبريشن از ديسولفد ان 100 مل اوف ديستيلد ووتر اند ستورد فور 2 اورز. بي اتش ميجرمنت از دان تريبليكيت اند افريج فاليو ار كالكوليتد، يعني بنقيس اللي هو بنقيس البي اتش 3 مرات ومن ثم ناخذ الافريج للقيمه ومن ثم بنحسب الافريج. بي اتش اوف ذا سيمي سوليد دوزج فورم كان بي ميجر دايركتلي باي يوزنج سيرفيس بي اتش ميتر، يعني احنا ممكن نقيس السيرفيس بي اتش ميتر عباره عن جهاز بيقيس لنا اللي هو البي اتش للسيمي سوليد. لاحظ انه فور اوينتمنتس للبراهم اتس ديفيكلت تو تشيك ذا بي اتش بيكوز ذي ار اويلي، لان اويلي مش هيقدر يقيس البي اتش. تمام نيجي بالنسبة للبرودكت باكيجد اند كونتينرز اذر ذان تيوب، يعني اذا كان عندنا برودكت مخزنة من اللي هو السيمي سوليد دوزج فورم في علب او اشياء او كونتينرز غير اللي هو التيوب. سامبلينج فروم ذا توب ميدل اند بوتوم اوف ذا جار باي يوزنج سترينج، ناخذ منه عينات من الاعلى ومن الوسط ومن الاسفل. Test sampling according to the instructions outlined in product packaged and the tube، يعني بنعمل عملية السامبلينج حسب اللي هو التوجيهات اللي بتكون موجودة للمصنع او حسب اللي هو البرودكت باكيجد ان تيوب. Stability consideration primarily in inductions of instability primary indication of instability in cream ointments are either discoloration or other or the noticeable change in consistency تغير في قوام السيمي سوليد. Instability indications of cream ان يصير عندنا emulsion breaking of cream crystal growth shrinking due to evaporation of water، يعني في تكرمش يصير عندنا انكماش في شكله. Gross microbial contamination يصير عندنا اللي هو نمو للميكروبس. Instability indication of ointment change in consistency and excessive bleeding، راح يصير عندنا اللي هو separation of excessive amount of liquid
formation of granules or grittiness، سيلان اللي هو زي الحبيبات، ويكسر زي زي تكون حبيبات. تمام، thank you. اللاب القادم ان شاء الله نعمل السابع والثامن اللي هو the quality control of liquid dosage form and the quality control of parenteral dosage form. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.